مفارقات فلكلورية فكاهية صناعية. قريحة الشاعر الشعبي المرحوم القسمتي ربان أثمرت من الطرائف المثيرة للمرح والمنشرحة للنفوس أيام زمان في صنات، خاصة وأن شاعرنا الهزلي لم يكن يتوانى من استغلال كل حادث أو ظاهرة اجتماعية ليحولها إلى لوحة كوميدية تبهر القلوب وتسر النفوس، وهذه إحداها. إثر حادث مؤسف وعلى حين غرة شبت نار كبيرة داخل حظيرة الحيوانات العائدة للمرحوم إيشو فتشوشة، والتي تسمى محليا بكاري دون علم أهل الدار. وكان حين ذاك الحمار العزيز المدلل لدى صاحبه داخل مكان الحادث، مما أودى بحياته، واختلطت بقايا جسم الحمار مع المحروقات. كان ذلك الحمار الساعد الأيمن لصاحبه ومصدر رزقه، ويعتز به ويفوق حبه واعتزازه به أي شيء آخر. بكى الشخص حماره واعتصر قلبه لوعة وحزنا عليه، رافضا كل أنواع التسلية والعزاء، لا يقوى ولا يصبر على هول المصيبة والكارثة، وتضامنا مع مشاعر الحزن والأسى وتخفيفا عن هول الكارثة، بادر المرحوم الأب القسمتي ربان الشاعر المرح بوصف هذه الحالة بشكل كوميدي وتراجيدي، صابغا عليها الواقع الاجتماعي والعلاقات الودية لمجتمع صنات المشهور بالانشراح والتندر والطرافة دوما. فبات يقول: إيشو بخبارة كرماني اللو يقاري ققواني، يا مر والله مباطر خمو لبزالي القرواني، إيشو يا مر كترو سي أكد مامي قاشا، قابل خقو دماشا مصطم الدياري خمو شولي دنو جبكاري بشياشا، يا مر دقرو لدادي سليمة زونة تريد راي كتم بريمة، خدالي الخمو شقاوي خميمة، يا مر قرولي ججو خوند وردكة بس باطخ الكمو كمت كالكة، مرق الدي وصفر بزالي الزاخو بزونني خيخ شكة، يا مر ججو سقل باقابد بيسورو، يا مر مي بخيت خولي بسرو، مرق الدي وصفر بزالي الزاخو بزونني دخمرت بشطم ليلو، يا مر دقرو البطرس بابي بيأتو برشريشي ولولابي، ان بش خاكا لكوشا مقرم تخمو شد تاليلة يرشقو ردبابي، يا مر تيلي خاكلوان بيشابا ريال مريم بختد عودق آقابا، شمي وسورية بشليد لبابا.